منتخب مصر لكرة اليد دخل مرحلة جديدة في بطولة العالم، والنهاردة عنده أولى مباريات التصفيات الأساسية. هيقابل منتخب بلجيكا، ويوم السبت هيقابل منتخب البحرين، وآخر الماتشات هتكون منتخب الدنمارك بطل العالم. منتخب مصر صعد من مجموعته السبعة وهو متصدر ومعاه 4 نقاط، وعنده 3 مباريات لازم يفوز بيهم علشان يوصل للدور ربع النهائي. هنتكلم في تفاصيل أكتر مع الكابتن محمد علاء، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لكرة اليد. يا أهلا وسهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك يا من. أهلا بيك. مبروك، وإن شاء الله كل الدعم للمنتخب المحترم اللي عامل شغل محترم جدا، وإن شاء الله نتكلم تاني وإحنا بنبارك على البطولة كلها. يا رب إن شاء الله. طبعا يعني من أول ما ابتدوا البطولة وإحنا الحمد لله يعني كان منتخب كرواتيا هو كان بوابة إن إحنا نقدر نصعد لدور الثمانية، كملت ال3 ماتشات اللي في المين راوند الجايين، فكانت مهم جدا مكسب فرقه كرواتيا في البطوله. يعني دي ادت دفعه كبيره قوي وادت امل لهم ان احنا يعني في خلال ماتشين، لو كسبنا ماتشين من ال3 ماتشات احنا دخلنا دور الثمانيه على طول. اوكي، طيب لو جينا النهارده قلنا بلجيكا، هيحصل ايه في الماتش؟ متوقع الماتش يبقى ماشي ازاي؟ البدايه هتبقى ازاي؟ كان المفروض نبتدي مع بلجيكا ولا كان المفروض نبتدي بالبحرين؟ او احنا كان الافضل لينا، مش المفروض، كان الافضل لينا كمنتخب؟ لا، هو كده كده طالما دخلنا المين راوند مش فارقه تقابل مين، قبل مين الاول. الفكره دلوقتي ان منتخب بلجيكا مشاركه ليه في كاس العالم، واول صح قوي كان على المنتخب التونسي، فهو طبعا منتخب ليه تقدير. يعني هم ابتدوا المدرسه الاسبانيه في اللعب، فهم طبعا منتخب محترم جدا. بس ان شاء الله مع اللعيبه بتاعتنا، لان يعني اول ماتش هو اهم ماتش بالنسبه للمين راوند. بلجيكا لو انت كسبتي بلجيكا اول ماتش ده هيدي كوش جامد قوي لينا في الماتشين التانيين. بالنسبه لمنتخب البحرين، احنا كنا لسه كانت دوره وديه قبل بطوله العالم، لعبنا البحرين ماتشين، كسبنا ماتش وتعادلنا ماتش بس كان من غير الدوريين. ومنتخب الدنمارك ان شاء الله يعني هيبقى الفرق بيننا وبينه اخر ماتش لينا كان اولمبياد وبطوله العالم كانت هنا في مصر. يعني الماتشات بتاعتنا مع الدنمارك دلوقتي بقت تخلص، هم المنتخب المصري الاكتساب دلوقتي. بس الميزه ان كانت فوزنا على منتخب الدنمارك هيخلي فرقه دور الثمانيه مش السويد، يعني مش بتاعت السويد في دور الثمانيه، هتلعب مثلا البرتغال اي فرقه ثانيه من المجموعه اللي جايه لنا السويد، لان السويد هي المتصدره بالنسبه للجروب اللي جنبينا. عظيم. كابتن محمد، ازاي شايف الفرق الكبيره دي عامله حساب منتخب مصر؟ يعني كانت البدايه مع كرواتيا وشفنا اداء مصر كان عامل ازاي، بعديها المغرب يمكن مع امريكا كان الماتش بسيط وسهل بالنسبه لنا والفرق كان واضح وكان كبير في المستوى وفي النتيجه كمان، لكن المباريات الاولى المنتخب كان بيأدي اداء مشرف وكان عامل فرق حوالي 9 او 10 نقط اعتقد في المباراتين كان الفرق في النتيجه يعني. فهل ده خلى المنتخبات الثانيه تبص لمنتخب مصر بنظره المنتخب الثقيل، المنتخب اللي جاي ينافس على البطوله؟ بالظبط، هو احنا طول عمر الهاندبول في مصر دايما معمول له حساب من اوروبا. بس الفتره الاخيره انت كان عدد المحترفين، مستوى اللعب عندك زاد جدا، والمنتخبات الاوروبيه في مرحله تحليل وتكتيك في الفتره السنتين اللي فاتوا دول. فده الوقت البيك بتاع منتخب مصر ان احنا نقدر نعمل حاجه. بينما انا يعني مستقر. هم في فتره احلال وتجديد بس احنا مستقرين. احنا مستقرين بقالنا 4 سنين، فالاستقرار ده من 2019 و2001، يعني كل بطوله عالم انت بتتحسن، مستواك بيتحسن فيها، بتحقق مركز احسن. الاولمبياد اللي فاتت انت واخد رابع وخسران، مش خسران في السيمي فاينل، فرق خسران فرق واحد وفرق واحد، فرق 2 وفرق 1 في الماتشات اللي هي العاديه بتاعت اسبانيا والدنمارك، فرنسا والدنمارك. فهو ده اللي انا بتكلم فيه، انت خلاص بقيت في مستوى مؤهل ان احنا ان شاء الله نقدر ندخل وننافس على ان شاء الله ان شاء الله ميداليه، لان ده يعتبر هو ده البيك بتاع مصر الجيل اللي موجود دلوقتي.
يمكن زي ما حضرتك بتقول زيادة عدد المحترفين ده خلت أنظار الصحافة الأوروبية متجهة ناحية اللاعبين، وده يمكن برضو اللي ساعدنا في المباريات اللي فاتت مع اعتزال أحمد الأحمر ومع إصابة يحيى خالد. بوجود عدد محترفين ووجود التدوير اللي بيحصل خلانا السبع لاعبين أيا كان اللي موجود على الأرض قادر يبقى موجود ويسد وينافس كمان. بالضبط طبعا، يعني كابتن أحمد الأحمر طبعا من اساطير اللعبه، هو ادى كتير طبعا لمنتخب مصر والهاندبول في العالم، يعني هو مرحله كبيره. فمعنى ان هو يعني اعتزل دولي، فكان في يحيى خالد موجود ومحسن ومهاب، وبعد يحيى خالد اصابته فموجود مهاب وموجود محسن، فهم يعني كلهم بيخدموا في نفس الاطار الجماعي اللي قرارته بيبقى حاطه. ودي ميزه المنتخب دلوقتي ان هي ما بقتش معتمده على واحد بس، بقت معتمده على الفرقه، فهو كسيستم وكلاعب هو اللي فارض نفسه على اي حد. فاي حد هينزل هو اللي هيقدر يحقق اللي مطلوب منه في اطار السيستم اللي المدرب حاطه. طب ده خلينا نتكلم على المباراه اللي جايه مع بلجيكا، هل هيبدا باللعيبه الكبيره؟ وان كان كل اللعيبه بقت كبار دلوقتي، لكن هل هيبدا باللعيبه القديمه وينزل بالقوه الضاربه زي ما بنقول؟ طبعا هو بيبقى ليه استراتيجي معينه، مش موضوع كبير وصغير، هو موضوع الفريق دلوقتي هو اللي هيبتدي عشان خاطر يقدر، لان المكسب بتاع بلجيكا هو اللي هيدي الدفعه الاساسيه للمره. مظبوط، لان هو الهدف لسه ما اتحققش كله، يعني احنا لسه احنا دور الثمانيه، بس انت حطيت خطوه ان انت كسبت كرواتيا وطالع بالنقط بتاعتك معاه، فانت محتاج بس ماتشين، والماتشين بحرين وبلجيكا، فانت لو كسبت الماتشين بحرين وبلجيكا انت بقيت في دور الثمانيه، فهتبتدي تركز في دور الثمانيه بدل ما تبتدي تفقد مجهودات كبيره قوي في الثلاث ماتشات دول وفي الاخر تدخل دور الثمانيه خلصان، فانت ده هيديك فرصه ان انت تدخل دور الثمانيه وانت فايق شويه. أكيد. طيب لو جينا قلنا أسلوب المدير الفني مؤخرا يمكن عمل طفرة في الهاندبول في مصر، ويمكن إحنا شايفين قدرته على التعامل مع كل اللاعبين وتدويرهم واستخدامهم كلهم، وزي ما حضرتك كنت بتقول ما بقاش في لاعب كبير ولاعب صغير، اللي موجود هو اللي يقدر يعمل فينش كويس ويقدر يوصل بيه لنهاية المباراة. بالظبط. لا طبعا مدرب فروندو من المدربين الكبار جدا، هو واخد تشامبيونز ليج واثبت في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا ان هو قدر يختار احسن سكواد موجود في منتخب مصر في الفتره دي، قدر يوظفهم صح، قدر يوجد بدايل، قدر يغير سيستم لعبنا اصلا. واللي ساعده ده اكتر ان كان فيه اكتر من لعيب محترف بره، فهو اوريدي شاربين جزء من السيستم الاسباني من بره، فده كله صبت مصلحه المدرب بقى مع تولز يقدر يوظفها في اي حاجه عشان خاطر يقدر يحقق اللي هو عايزه. عظيم، كل الشكر ليك يا كابتن طبعا وكل توفيق لمنتخبنا. بنشكر حضرتك الكابتن محمد علاء لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق لكره اليد، الف شكر ليك.